اللاعبين اللي موجودين في الدوري في كثير من اللاعبين عليهم العين، حركه السوق عليهم، ممكن يفضلوا في انديتهم وممكن يتحركوا لنادي اخر بحسب المفاوضات، مين هم اللاعبين دول؟ تعالوا نبدا واحد واحد. طبعا الاسم الابرز اشرف بن شرقي اللاعب اللي هينتهي عقده بنهايه الموسم مع نادي الزمالك لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي تعاقده بنهايه الموسم الحالي يعد هدفا كبيرا للنادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه كما يسعى الزمالك لتجديد عقده والابقاء عليه وحتى الان لم تتضح الصوره حول مستقبله في ظل تلقي عروض خليجيه ايضا بجانب رغبه القطبين في الابقاء عليه بالدوري القطبين يعني الاهلي والزمالك سواء الاهلي لضمه او الزمالك للابقاء عليه نشوف الثاني طبعا رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ابرز واهم اللاعبين في السوق المحلي الذين اثيرت حولهم انباء الرحيل من ناديه خصوصا في ظل الرغبه الشديده من نادي الزمالك التعاقد معه ولكن حتى الان الصوره ما زالت غامضه حول مستقبله طبعا احمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الذي كان معار اليه من وادي دجله قبل ان يكون فيوتشر بتفعيل بند شراء نهائيا دخل الاهلي والزمالك في سباق كبير لضمه في الانتقالات الصيفيه ولكن قد يكون رحيله صعبا بسبب رفض إدارة فيوتشر رحيله عمر كمال عبد الواحد زير ايمن الزمالك المعار الى فيوتشر حول, حول ازمه كبيره بعد تاكيد مسؤول فيوتشر توقيعه على عقد لمده ثلاث سنوات في حين يرغب الزمالك استعادته من نهايه الموسم وحتى الان لم تتضح الصوره حول موقفه. محمد ابراهيم نجم سيراميكا كليوباترا في الوقت الحالي بدا الاهلي يفكر في ضمه مره اخرى بعد ان كان قريبا من الفريق الاحمر في الموسم قبل الماضي وقد تشهد الايام المقبله تطورات جديده حول الصفقه. مصطفى فتحي لاعب الزمالك المنتقل الى التعاون السعودي بدا اسمه يتردد بقوه مؤخرا في الدوري المصري بعد ان تم عرضه على النادي الاهلي وابدى مسؤولي الاحمر ترحيبهم بالامر لكن لا يوجد اي تفاوض رسمي حتى الان. محمد صبحي حارس الزمالك المعار الى فاركو يرغب الابيض نادي الزمالك في استعادته لكن فاركو يريد تفعيل بند الشراء في العقد ودفع 20 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي. جون ايبوكا ناجيلي لاعب نادي انبي من اهم اللاعبين الذين تالقوا في الموسم الحالي واصبح هدفا كبير هدفا كبيرا للنادي الاهلي الذي يسعى لضمه من الفريق البترولي وايضا نادي الزمالك. وبقولوله لاعب نادي الاتحاد السكندري وهداف الفريق خطف الانظار بقوه في الموسم الجاري ويتنافس اكثر من نادي الحصول على خدماته منهم الاهلي والزمالك وبيراميدز. مصطفى شلبي لاعب نادي انبي خطف انظار الاهلي اليه حيث تفاوض معه مسؤول لحم الحصول على موافقته بجانب التفاوض مع اداره انبي حول الطلبات الماليه مقابل الصفقه. اسماء تميزت في الدوري. هعمل لكم ان شاء الله خلال ايام حلقه كده هو نتكلم فيها على النجوم اللي تالقوا في الدوري هذا الموسم وبأرقامهم بامور فنيه كثيره عشان نعرف الدوري المصري افرز لنا كم لاعب كبير الموسم ده؟ كم لاعب حقيقي يعني؟ كم لاعب موهبه حقيقيه؟ موهبه نقدر نقول ان الكابتن ايهاب جلال عنده من الدوري المصري نجوم كتيرة يقدر يختار منهم. هنشوف هنشوف وبالارقام وبالتحليلات ما عنديش رقم حالي يعني مش بقول انه ربما نلاقيش لا ممكن نلاقي كتير فتعالوا نشوف وندور ونجهز لحضراتكم خلال ايام ونعرض مع حضراتكم ابرز اللاعبين اللي افرزهم الدوري المصري هذا الموسم